تخطط للدعم، واش على مهرجان او لا ماشي تا مهرجان، على عمل واحد تعطى 3 مليون، على 10 الانشطه زائد مهرجان تعطى 0 درهم، علاش؟ وديك الاسئله البيخه اللي كيطلقوها علينا، ما كيفاش؟ واش حنا هبال ولا شنو؟ ما يدير التوحد، نموذج صارخ ديال الفساد اللي كاين في العمل المدني الجمعوي اللي كتبناه المجلس البلدي. هذه جمعيه الفوق ديال التوحد، هي جمعيه ديال حسيسن، كانت الحمد لله اللي كاين وسائل ديال الصحافه باش نكون صريح في هذا الامر. هذه الجمعيه ديال التوحد، هذا العبد الضعيف اللي اسسها، عملنا لها الجمع العام، بعد الجمع العام بجوج ديال الاسابيع تقبر الجمع العام وجات جمعيه اخرى ما عرفناش منين خرجت، وهي كانت بتوجيهات من الادناء ديال حسيسن والرباعه ديالو. من بعد كنت تفاجئ بانني تقصيت، ما قالوا لي ما يمكنكش تاخذي الدعم، دابا انا كنوجه من هذا المنبر هذا، علاش انا تقصيت؟ شنو السبب؟ رغم انني انا كنشتغل في الميدان وحاضره مع الطبقه الهشه والمتوسطه، وكنتوجه كما قالت الاخت حجيبه للمرسيمين وكيعاونونا، وكن يعني مستمرين. تفاجات بان الكاتبه كتقول لي لا انا عيطت لك وانتينا تجاوبتي عليا وقلتي لي انا مسافره، يعني في وجهي كتقول لي عيطت لك، قلت انا واش جاوبت عليك عبه صوتيه قالت لك انا مسافره، انا فعلا كنت مسافره ولكن انا ما جاوبتش عليك، لان ولو اني كنت غنجاوب عليها على الاقل كنت غادي نصرف لي غادي يجاوب عليا. 1000 درهم لواحد السيد الف كتاب تعطيه له 7000 درهم باش يخرج باش 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 يطبع الكتاب ديالو، 22000 درهم زوين لنا 7000 درهم وكنخليو لك نتايا الزوين 15000 درهم باش دير بها المهرة. انا جيت خصوصا يعني ضامنه معكم مع الجمعيات اللي تقصاو فقط، لان من خلال اللائحه اللي حصلوا عليها واللي استافدوا الاغلبيه ديالهم تيتشكلوا من المجلس البلدي، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على الانتخابات المقبلة. ما صبحناش حنا القدام ديال السكينة ومال ديال مدينة العرايش ولا تنوظفوا في المسائل الانتخابية، وهذا مطلب من تطلب من التمس، لأن في الأخير جا واحد المذكرة خصنا نتفاعل واحد المذكرة ديال وزير الداخلية في المراقبة الدعم ديال الجمعيات. تمام جمع الجمعيات توا عندهم واحد الخطر، ما كيتبعوش المجلس البلدي، كيخليو يدير اللي بغا، ما عمر شي واحد قلب على الملحه الممتازه، هادي أول مرة عاد كيتزرعو على الملحه، وحنا المدنية انتوما ما تذكروش فقط على المنح، تذكروا على المدينة، تذكروا على سياسة المدينة، سياسة المدينة كما سياسة المدينة هذا عندها مفهوم حقوقي، السي محمد راه يشكر الرأي لأن نفس التوجه نفس البعد، لذلك الآن أنا بغيت هذه الفكرة تدوز، ما تذكروش فقط المنح، أنا كنعرف الأستاذة حجيبة راه شغلت المجتمع المدني في واحد المرحلة اللي باقي حنا صغارين في الملتقى العريشي الأول، وكتشتغل بصفر درهم وكنعرفوا الاجتهاد ديالها والكد ديالها حق الكد والسعية، نعم، لكن الآن ما بقاش نتذكر، عطيتيني أنت ما عطيتيني شي، عطيتيني قليل عطيتيني الآخر، هذا واحد النقاش ديال السوق ما نطيحوش فيه. بسيط، أول حاجة أنا بحثتي مزيان درت التحقيق وباقي كنعاود نقولها، أنا كنهضر كرئيس جمعية شباب من أجل الخير، لأن نهضر كإعلامي راه غادي يفضح أكثر وأكثر. هذه الجمعية هذه اللي أنا كنت فيها كجمعية مثلا، راه واحد منها هو في وسط اللجنه ديال التنميه البشريه ديال الجماعه، اذا كاين تواطؤ تما ما بين ديك اللجنه واللجنه اللي كتعطي ديال الانشطه الثقافيه، وعاد كاين اصدقاء مقربون من رئيس اللجنه، عطات 32000 درهم، وجمعيه اللي هي كتخدم انشطه كبيره على المستوى العام كامل وعندها انشطه يعني مهرجانات هذيك كتدي 12 درهم 13 درهم، وكاين جمعيه دات 6 درهم، ونجيو لجمعيات اخرين اللي هي الخوزه ديالهم مشات لهم واجده.